التوفيق، خاصة هذا الشوط هنا أيضا بالسودانيات، أيضا القعدان والزمول هنا أيضا لأبناء القبائل. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وشوط الختام هنا، نسير في هذا الانطلاق، نسير في التحدي، نسير في الإثارة. هنا وهناك سيارة أيضا للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. نيسان بترول بيك أب قدم لهذا الشوط هنا مع السودانيات. نسير هنا بالانطلاق، نسير بالصدارة، نسير بالمقدمة وبالمركز الأول. ومن ينطلق هنا حلوان حسن بن حمد بن راشد الجفالي النعيمي، من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني رهيب، ناصر بن حمد بن محمد بن حمدة المري، من ينطلق من صرير بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق هنا على ثالث المراكز العقيد، حمد بن راشد بن محمد الجفالي النعيمي وصالح بن احمد الرشيدي في المتابعه بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. المركز الرابع، المركز الرابع ياتي هنا السفير علي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي المري. وعلى المركز الخامس ياتي الفارس هنا لفهد بن سيف بن محمد البو سعيد الخيارين على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هو حلوان هو المسيطر على صدارة هذا الشوط على المقدمة وعلى المركز الأول. حسن بن حمد بن راشد الجفالي النعيمي المنطلق على الصدارة على المقدمة بقيادة حمدان بن أحمد بن مرشد الرشيدي. هنا من يطلق العنانة بهذا الانطلاق الجميل هنا أيضا لحلوان. المركز الثاني رهيب، ياتي في المركز الثاني ناصر بن حمد بن محمد بن حمده المري المنطلق بهذا التحدي والاثاره هنا على ارضيه هذا الميدان. الوصول هنا من العقيد، العقيد هنا القادم حمد بن راشد بن محمد الجفالي النعيمي، من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع ياتي ولد السفير هنا بهذا انطلاق علي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي المري. وصل الفارس، وصل الفارس بهذا الانطلاق الجميل هنا. فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين يتسلل من الخامس الى المركز الرابع في هذه اللحظات بهذا الانطلاق والتحديات والاثاره مشاهدينا ومتابعينا الكرام. والاسماء قادمه، الاسماء قادمه بكل قوه بهذا التحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، جاوزنا الثلاثة كيلومترات، خمسة كيلومترات تبقت للمنافسة، تبقت للتحدي، تبقت للإثارة مشاهدينا الكرام وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق بهذه اللقطات الجميلة من مخرجنا علي أبو شارب أيضا الذي يلتقط أيضا اللقطات المتميزة على أرضية هذا الميدان في هذه المتابعة من قناة الريان المتابعة لهذه الانطلاقات المتميزة. علم الحياة والطيبين يبين بالفعل دائم وأبدا. الفارس من غير، الفارس من غير هنا أيضا بهذا الانطلاق. فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه المسيرة. ركز يا أبو سيف، ركز هنا بهذا الانطلاق مع أيضا الفارس على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. نيسان بترول بيك أب الجائزة، الجائزة نيسان بترول بيك أب، هو الناموسة أغلى في مهرجان المؤسس
طيب الله ثراه. المركز الثاني، المركز الثاني هنا يأتي رهيب ناصر بن حمد بن محمد بن حمدة المري بن صرير أيضا يقدم لنا رهيب في هذا الانطلاق والتحدي. وصل هنا حسن، حسن بن حمد بن راشد الدفاري النعيمي مع حلوان في هذه الانطلاقة على المركز الثالث. المركز الرابع هنا مرقاب، المرقاب بمشاري بن علي بن مرزوق العتيبي مع المرقاب في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس ولد السفير على المركز الخامس في هذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق علي بن عبد الهادي بن بخيت المريدي المري بهذه التحديات والإثارة. الصدارة والمقدمة والمركز الأول الفارس، الفارس هو مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة على المقدمة. الفارس يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الفارس من ينطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. الفارس، الفارس هناك فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين هو المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة على المركز الأول بهذا الانطلاق والتحدي الجميل على أرضية هذا الميدان. المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني يأتينا هنا رهيب 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 على المركز الثاني ناصر بن حمد بن حمد بن حمدة المري. وفي المركز الثالث حلوان، حلوان حسن بن حمد بن راشد الجفالي النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع يأتي مرقاب مشاري بن علي بن مرزوق العتيبي من ينطلق على المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد ولد السفير علي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي من ينطلق بهذا التحدي الجميل. يشهد الله، صدارة. نعود إلى الصدارة وبدأ الاقتراب، الجميع بدأوا يقتربون هنا، يقتربون من المقدمة ولكن الفارس صامد على الصدارة، صامد على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة. فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني يتواجد رهيب، رهيب ناصر بن حمد بن محمد بن حمدة المري مع رهيب على المركز الثاني. المركز الثالث هنا ولد السفير علي بن عبد الهادي بن بخيت بريدي المري ووصل من الجانب الآخر. العا هناك مهيض، مهيض زيد بن احمد بن زيد الشريف بن وصل بهذه الانطلاقه والتحدي والاثاره. الوصول كذلك من المرقاب مشاري بن علي بن مرزوق العتيبي من ينطلق بهذه الخماسيه الجميله والتحدي والاثاره. لمن الفوز، لمن الفوز بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام على أرضية هذا الميدان. يا سلام التحديات، التحديات جميلة هنا هنا هنا. الصدارة المقدمة والفارس، الفارس، الفارس لا زال على صدارة على المقدمة على المركز الأول.
هنا بالصدارة بالمقدمة مع المحترف فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد. الخيارين هنا على الصدارة. 1500 متر يا بوسعيد، 1500 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط، والفارس هو الأقرب للفوز، المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. ركز يا بوسعيد، ركز، ركز على الفارس وأدائه، على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هنا مهيب، زيد بن أحمد بن زيد الشريف من يأتي على المركز الثاني، المركز الثالث وأول ندى لمرموق، مرموق عبد الله بن محمد بن عبد الله آل نديلة المري من يأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع رهيب، هنا ناصر بن حمد بن محمد بن حمدة المري. وفي المركز الخامس حلوان حسن بن حمد بن راشد الجفاني النعيمي، ولكن نبقى مع الفارس. الكيلو الأخير، الكيلو متر الأخير، هنا من ينطلق الفارس على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الفارس، الفارس، الفارس بهذا الانطلاق الجميل والتحدي، فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد. الخيارين على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني رهيب، رهيب على المركز الثاني، ناصر بن حمد بن محمد بن حمدة المري من ينطلق على المركز الثاني مع رهيب بهذه الانطلاقة. يا سلام، الرهيب والفارس، الفارس ورهيب، لمن الفوز، لمن الناموس؟ هناك مهيب، مهيب من الجانب الآخر، مهيب، مهيب، مهيب أيضا قادم في هذه اللحظات. زيد بن أحمد الزيد الشريف، يا سلام، يا سلام، الله، رهيب، رهيب، هو مهيب، مهيب ورهيب، رهيب ومهيب، الله، اللحظات الأخيرة، رهيب ومهيب، رهيب ومهيب، مهيب يتسلل، مهيب يتسلل على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا، تهانينا، تهانينا على هذا الفوز لسام ترول بيك أب، هنا يقدمه أيضا مهيب زيد بن أحمد بن زيد الشريف. تهانينا ناموس على هذا الأداء الجميل المهيض ولحظة وصوله. سلام المملكة، سلام، سلام مكة المكرمة، سلام على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصل رهيب، المركز الثاني ناصر بن حمد بن محمد بن حمدة المري، وفي المركز الثالث الفارس من وصل بعد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين، مرموق في المركز الرابع عبد الله بن محمد بن عبد الله نديلة المري، وفي المركز الخامس حلوان حسن بن حمد بن راشد الجفاري النعيمي من أتانا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، واستطاع مهيب أن يعلن الفوز، يعلن الناموس. تهانينا، تهانينا لزيد بن أحمد بن زيد الشريف على هذا الفوز، تهانينا لمحمد بن أحمد بن محمد المطري على هذا الفوز الجميل، والتحية على هذا الأداء المميز هنا الذي سجل، والتوقيت الزمني هنا أيضا علي أبو شارب بيعطينا أيضا التوقيت الزمني. شكرا على هذا الإخراج جميل يا ابو شارب ولحظة الوصول هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. ها هو لحظة تسلله هنا لخط النهاية، هنا الفوز والناموس. تهانينا، قاطع المسافة في ذلك التعليق 24 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني كان من نصيب هناك أيضا اللي هو رهيب ناصر بن حمد بن محمد بن حمدة المري مع بن صرير، هنا ذلك التعليق 26 ثانية، 52 جزء من الثانية. والفارس على المركز الثالث في ذلك التعليق 27 ثانية، 40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء، الفهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، انغضت أشواطنا لهذا اليوم، شاهدنا وتابعنا 20 شوط من منافسات شيقة دارت ما بين الأسماء. نستجل معكم أسماء الفائزين المتواجدين في هذا اليوم. انتفاضة هي من تواجدت في أول أشواط هذا الفترة الصباحية، وكانت هي صاحبة التوقيت محمد بن زايد المنصوري، توقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية 44 جزء من الثانية. وكذلك نهني سعيد بن سعد بن ضحية العامري، وهو السعيد مع تواجد مبدع في أول أشواط القعدان الثنايا. أمامكم أسماء الفائزين المتوجين، وبذلك نصل إلى الختام، وتقبلوا تحيات الزملاء، وتقبلوا تحيات المخرج علي أبو شارب، والتحيات للطاقم الفني لقناة الريان. نلتقي في الفترة المسائية مع منافسات أشواط الرموز، ودمتم بحفظ الله ورعايته.